هذا الملتقى اللي كنعتبروه ملتقى هام جدا، يجي في سياق تحضير لقمة الأطراف يعني إن شاء الله غتعقد بلادنا في شهر نوفمبر في مراكش. ولكن يعني من غير هذا السياق والاهتمام ديال الجهة الدربي دا أسطات إلى جانب فاعلين آخرين، وأخص بالذكر المجتمع المدني، وهذه فرصة نحيي المبادرة ديال الائتلاف المغربي للعدالة الاجتماعية، وكذلك العالم الأكاديمي بمختلف أبعاده، جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء واللي كتشتغل يعني في عدد من المواضيع اللي كتهم بلادنا وكتهم إلى جانب الجامعتين الأخرتين، جامعة شعيب دوكالي في الجديدة والحسن الأول في سطات، وكذلك الفاعلين العموميين والقطاع الخاص. الحقيقة هذا الشيء اللي بان في هذا السياق أن هناك تعبئة شاملة وتعبئة صادقة، وما أحوجنا إلى هذه التعبئة. والانخراط ديال جهة الدار البيضاء أسطات في هذا الموضوع ما جاش عبثا، جاء أولا لأن من الاختصاصات ديال الجهة هي تقوم بإنجاز مخططات استراتيجية، ونحن نؤمن بأن ما غاديش يمكن يكون عندنا مخطط استراتيجي جدي للتنمية إلى ما كانش كيتوفر في الصلب ديالو على مقاربة بيئية. وعلاش هذه المقاربة والضرورية؟ احنا كنعرفوا الواقع ديال المجالات الترابية ديالنا، يعني إلا جينا نرصدوا النواقص ربما غادي نتصابوا بنوع من الإحباط، ولكن هذه النواقص خصها تحفزنا. إلا تكلمنا عن النفايات، إلا تكلمنا على تلوث المياه، إلا تكلمنا على أنه مازال عندنا وللأسف مواطنين ما عندهمش الماء، مازال ما كيتوفروش على الماء الصريح للشرب، مواطنين عندهم صعوبة في التنقل، مواطنين عندهم صعوبة في التوفر على واحد الحد الأدنى من المساحات الخضراء، عندنا قطاعات إنتاجية اللي باقي كتسبب في تلوثات وفي انبعاثات اللي في الحقيقة ما كتشرفناش، عندنا نقل عمومي لا يمكن أن نصفه بأنه صديق للبيئة، ولكن هذا الواقع كله قابل أنه يتغير. هذه القناعة الراسخة واللي بغينا نجمعوا من هذه المواضيع كلهم، مواضيع عملية في النقاش ديال اليوم في هذا اللقاء، وتكون إن شاء الله مواضيع عملية فيما سيلي هذا الملتقى. بالنسبة لنا هذه مرحلة جات في السياق ديال لاكوب 22، ولكن المغزى من التنظيم ديالو ولا الهدف الأكبر من التنظيم ديالو هو أن يكون له ما بعده حتى من بعد لاكوب 22، وإن شاء الله يكون لقاء سنوي اللي فيه سنرصد كل إشكاليات البيئة في والعمل اللي غادي نقوموا به جماعة، وباش يكون هذا العمل جماعي لقد انكببنا على إنجاز واحد الميثاق، ميثاق سيجمع حوله جميع الجماعات الترابية بحكم الاختصاصات المتعددة والمتكاملة في عدد كبير من هذه الإشكاليات اللي رصدنا. هذا الميثاق المشترك غادي أولا غادي يكون فرصة باش الكل يعبر على الخيارات ديالو والقناعة ديالو، وستليه خطط للطريق لكل إشكالية من هذه الإشكاليات، سنقول الماء، النفايات، المساحات الخضراء، الشريط الساحلي، التربة فيما يتعلق بالفلاحة، الاستعمال أو الترشيد، الموارد، إعادة استعمال المياه العادمة، هذه كلها مواضيع اللي غادي تكون كل وحدة على حدة في تكون عندها عمل خاص، وهذا الشيء كله إن شاء الله غادي يتجلى في المخطط التنموي الجهوي اللي غادي يوجد إن شاء الله مع نهاية السنة بداية السنة القادمة، ويولي هو الإطار المرجعي للعمل ديالنا كلنا. لهذا هذه كنظن فرصة، هذه التعبئة خصها تتحول إلى فعل، وهذا هو الهدف اللي غادي نشتغلوا عليه. في ليست هناك حتمية من واقع البيئة في جهة الدار البيضاء أسطات، وأقول حتى في واقع البيئة في المغرب، بلادنا نجزت أشياء نفتخر بها دوليا، فلما لا تعميم هذه الإنجازات في جميع هذه المجالات.